كاسبر سبارتاكوس، الفايت الثاني بيناتهم كان فايت الأول صراحة مولع، وانتهى نتيجة التعادل. بداية البطولة صراحة مولعة كذلك من جديد. المروحية سبارتاكوس المروحية عنده هي كشفت بالبداية، الآن بدأ الاشتباك الصحيح. سبارتاكوس صواريخ اكس 51 موجهة، اوب 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 اوب، تصدى لها بشكل صحيح. الدفاع الجوي اللي عد كاسبر، الآن الدمج بالبداية جاب كاسبر بس رجع بالهيل صح الضربة. اوب اوب توربيد توربيد توربيد. سبارتاكوس وضعته شوية صعبة بس ممكن يسوي شيء، ممكن يسوي ريمونتادا من جديد يصدى الدفاع الجوي الاسطوري صراحة لعد كاسبر لصواريخ الاكس 51. اوبن فايت، يا الهي حلو الدمج اللي حصل سبارتاكوس من كاسبر، دمج عالي. الدفاع الجوي التهى ويا المروحية، وهذا من جانب صار سبارتاكوس المدفعية. يا الله يا سبارتاكوس مدفعيتك مو عدلة، يحاول يجيب المدفعية، يا الهي مستحيل مرة ثانية يصير التعادل اكس 51. نقول جي جي كاسبر، الله غلط غلطة بسيطة مدفعيته ما جت صح وفاز ويانا كاسبر، تأهل لمرحلة النصف النهائي. جي جي سبارتاكوس. باقر ونوب ودبليو اشكوف من جديد بين الاثنين، اس تو اس نوب كينج مع باقر الفايت، رغم يعني هنا يكون عند نوب الافضلية بالاسلحة يا شباب، يعني باقر يعتبر ليفل 16 نوب يعتبر ليفل 37، فعد افضليه باسلحه كامله بما فيها مدفع المونراك اللي موجود. يحاول يكشف، اتوقع نوب كشف حاليا باقر، باقر ماخذ مسافه او مساحه بعيده، شوف ياخذ مسافه بعيده بالفايت. دائما نوب من بدايه الرومات اللي كان يلعبها ويانا هو يدخل مسافات بعيده بالفايت. يا سلام على الصاروخين الاكس 51 يا وحش. حد ان باقر ما كاشف نوب ولا يدرب نوب وينه، حد ان باقر ما كاشف نوب ولا يدرب نوب وينه، المفروض ياخذ كفر او يبش مباشرة. ضربة ثانية بالمدفعية، باقر وضعيته صعبة صراحة، نوب للافضلية، دمج نص سفينة كاملة مدمجها ورايح دمها. يحاول بالاكس 51 ويفجر كذلك المحطة مال استخراج النفط يا شباب حتى يكون الامر طبيعي. باقر غلطة حياتك تطلع منان، يشوف نوب يحاول يجيبه بالدمج الثاني، يا السلام عليك وطاتني انكس 51. نقول جي جي جاب الدمج الثاني، يا الهي عطاه دمج 100,000. باقر ينسحب، الان نوب فرصته يبش ويستغل الفرصة، فايت كلوز يكون هو الى الافضلية الكاملة. بش يصير كلوز فايت، لا مدفعية المونراك تشتغل صح عليه، مدفعية راحت بعيدة، الضربة قوية بالاكس 51. باقر شو يسوي؟ ما كان ردة فعل من باقر صراحة، مدفعية بسيطة خلاص. نايس جيم، حاول باقر قدر الامكان لكن لم يستطع، انتهى الفايت وانتهى الجيم وفاز ويانا نوب، جاب 648,000 دمج. ابوي الليدر يمكن يتوهق صح صح عين العقل، لكن اذا ابو الليدر استغلها في فايت بعيد ابو الياموتو يودع صراحة. خلينا نشوف حاليا الكاميرا نحولها على ابو الياموتو جنرال ونشوف جنرال ايش راح يسوي حاليا. الياموتو دمج من قبل محمود، الان الليدر ما بها اي دمج وامورها السليمة، يحاول انه يتقدم عليه كلوز فايت، يحاول يقدم عليه كلوز فايت. يا ساتر، حول على محمود وعلى الليدر والتحرك السليم والصحيح، كفو عليك الدمج الصحيح اللي جايب اسطوري صراحة بالليدر من محمود على ابراهيم. ابراهيم لحد الان ما جاب دمج يذكر بالياماتو، اذا نجي على الدمج فجاب بس 25,000 بينما 354,000 جاب محمود، كأنه فجر ياماتو تقريبا كاملة. ويطلق من جديد صواريخ، اتوقع الصواريخ اللي يطلقها جرانيت، والاكس 51 جاي يشتبك بيه. نحاول على ابراهيم، ابراهيم وضعته صعبه صراحه بالياماتو، هذا الماب خصوصا ما تصلح بالياماتو شباب، نادر ما تفوز بالياماتو، هذا الماب يصلح للسفن ذات السرعات العاليه ومناوره القويه،
فالياماتو ما تصلح بيه بسبب سرعتها البطيئه. شوف الليدر كيف هنا قاعد نطور بيدين، تشوفون على اليسار نضرب نطور بيدين. اتوقع صراحه 90% الفايت يكون محسوم لمحمود الا اذا كانت معجزه من ابراهيم ويفوز بالجيم، او يغلط محمود غلطه صديقنا ديف. نفس الشيء الان المدفعي، انا قلت توني بقول انه يغلط غلطه ديف وروح مد المدفعيه مال ياماتو. شوف كيف جاب الدمج البي، خلاص الاغلاط ما تفرض ما تغلطوها يا شباب، اخذوا عبره من اللي قبلكم دخلوا البطوله. كيف تغلط نفس الاغلاط الان مدفعيه الثانيه بذو الله. الحظ قعد مع محمود قسوه، لكان المدفعيه الثانيه تجيب الدمج الكامل من عنده. يحاول الان ابراهيم، جي جي فرصة ابراهيم راحت. محمود اخذ انسحاب تكتيكي كفو. نايس جيم. 339 جاب بال ياماتو 809000، يعني كانوا مفجر مرتين الياماتو. النصف النهائي الاول بين محمود وبين كاسبر، ليدر ضد يوشكوف. لمن الغلبة؟ اميل للليدر لكن يعتمد على اللعب والتكتيك لكاسبر. اطلاقات من دي اف 17 واطلاقات كذلك من التوربيدات ويجيب الراجمات. كاسبر الان ما فاهم شيء من الدنيا، لو تشوفون كاسبر ما فاهم شيء من الدنيا حتى المكاشفه. بينما الدمج الاسطوري اللي جابه محمود من جديد الاطلاقات الله، وضع كاسبر صعب صراحه. نقدر نقول محمود لاعبها صح. الان الفايت بدا، ممكن كاسبر شاف محمود. اوه يا الهي، خلاص انتهى الفايت. جي جي. ابد ما كشف كاسبر، ابد ما كشف محمود نهائيا، ما كشف محمود نهائيا. اذا محمود قسوه تاهل الى المباراه النهائيه عن جداره واستحقاق بسفينه الليدر. نقول له مبروك يا صديقي. النصف النهائي الثاني بين الاساطير جنرال 19 واس تو اس نوب كينج. طبعا اس تو اس نوب كينج باليوشكوف، اسطورة اليوشكوف كما هو معروف بالرومات عندنا، وعندنا الجنرال داخل بوحش البحار الفيلكي. يحاولون الان يكشف واحد يكشف الثاني، ما ادري الان اذا في كشف او لا. حاول نوب انه يطلق الصواريخ بشكل مباشر على جنرال ويجيب اول ضربة صحيحة على جنرال. يا شباب اول ضربة صحيحة على الجنرال يجيبها نوب. حد ان جنرال ما كاشف نوب، مفروض يطير مروحي مالته ويكشف ولا يم السالفة ولا يدري بالسالفة. كذاك التوربيد اكس 51 جا من جديد، شوف المسار اللي يحط المسار يا الهي. الصد الى باخر لحظة، دفاع الجوي لنوب. الان يلا صحة على نفس الجنرال وطير الطيارة مالته حتى يكشف بعد خراب الاوطان وخراب مالته وخراب كل شيء. خلاص الدم مالته انتهى الامر، نقول جي جي لنوب. صراحة جنرال طبعا نفسه ايزي وين، انتهى الامر ايزي وين صار لنوب. انت غير تكشف، انت اساسك باللعب هذا ما بالكشف، من جنرال ما كشف الامر خلاص صار سهل جدا لنوب. اذا النوب عن جدارة واستحقاق يتأهل الى النهائي ويواجه محمود قسورة في نهائي راح يكون مولع ان شاء الله وقوي على البطولة. جي جي جنرال ما قصرت يا صديقي. الوقت الاضافي للنهائي بين محمود وبين نوب 3 دقائق عندهم للوقت الاضافي. انتهى الفايت النهائي قبل هذا بالتعادل. الان 3 دقائق بين نوب وبين محمود، اللي يكشف اول واللي يشتبك اول ويجيب دمج اعلى هو راح يفوز. يحاول نوب بسرعة كبيرة انه يكشف، وكشف وجيب اول اطلاقه بالاكس 51. اوه الصدالها بشكل اسطوري صراحه. اندفاع الجوي للليدر الان انكشف، الاثنين انكشفوا. شوف الدمج هنا، راح نركز على الدمج، كل ما جاب دمج اكثر كل ما يكون افضليه الاكثر. فمحمود حاليا هو خسران باعتبار انه 44 جاب دمج النوب باليوشكوف. ما عند اي حل محمود غير الفايت المباشر والاقتراب المباشر من نوب لكي يشتبك معه وكي يجيب دمج. اطلاقات الدي اف 17 على نوب ويصدالها بارشاد حراريه اكس 51 من جديد. الدمج هنا شوف محمود يجيب دمج اكثر من نوب. الان انقلبت
الموازين الى محمود قسورة على نوب. نوب يضيع حتى راجمات الصواريخ مالته، يحاول لا انه يصدى لي التوربيدات. الدي اف 17 موجود يجيب دمج للثاني. محمود يتقدم على نوب. فرصة نوب، ما عندك حل نوب غير تبوش، ما عندك حل نوب غير تبوش. الين يعني الدمج اذا نجي عليه 95000 مقابل 184000، وباقي بالضبط عندنا دقيقة وعشر ثواني، دقيقة وعشر ثواني. هل نقول مبروك لمحمود؟ دقيقة وعشر ثواني نقول مبروك لمحمود، جايب 184000 دمج وجايب 116000 دمج. يوشكوف 59 ثانية، 59 ثانية تحسم الامر. شوف محمود قال لك انا حسمت الامر، بروح حبيبي بنسحب بنسحب. اطلاق اكس 51 وجاب دمج من عنده، وصل 169. حلو، يقترب من عنده، ممكن يسويها ريمونتادا. ها ممكن يسوي ريمونتادا. 190000. اذا حاليا يوشكوف مع نوب هو الفايز بالبطولة. 20 ثانية موجودة تنتهي البطولة، 20 ثانية ومن جديد نوب ويجيب دمج. 218000 وصل، 218000. 15 ثانية، 14 ثانية، 13، 12، 9 ثواني، 218000، 100، اوه جاب دمج من جديد، 259، 196، انتهت البطولة. ومبروك إلى نوب، فاز ويانا بالبطولة.